اهلا بحضراتكم في هذه التغطيه واللي هنتكلم فيها عن التضخم العالمي واللي وصل دلوقتي ذروته واللي هتبدا وتيره النمو في الاسعار هتتباطا في الاشهر القادمه، وده بحسب صحيفه فاينانشال تايمز البريطانيه اللي شايفه ان اسعار المصانع ومعدلات الشحن واسعار السلع وتوقعات التضخم بدات جميعها تتراجع عن مستوياتها القياسيه خلال الفتره الاخيره. الصحيفة البريطانية وضحت أن خبراء الاقتصاد وصناع السياسة بيتابعوا أول بأول مؤشرات البيانات الرئيسية لمعدلات التضخم، ووفقا لخبراء الاقتصاد فإن الأرقام بتشير إلى أن الضغوط على سلاسل التوريد العالمية بدأت تخف، مما يرجح بشكل كبير تراجع التضخم عن المستويات المرتفعة تاريخيا واللي أضرت بميزانية الأسر على مستوى العالم خلال الأشهر الأخيرة. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية ذهبت إلى القول بأن انخفاض التضخم خلال الفترة القادمة ستكون محل ترحيب من قبل البنوك المركزية الرئيسية اللي قامت برفع معدلات الفائدة سريعا في جهود منسقة لتهدئة التضخم، مما خاطر بدفع الاقتصاديات الكبرى إلى الركود. خليني كمان أقول لحضراتكم أن معدل التضخم العالمي وصل إلى 12.1% في أكتوبر الماضي، ووفقا لتقديرات وكالة موديز العالمية، وهو ما يعني مستوى قياسي غير مسبوق لأسعار المستهلك. وفقا كمان لشركة كابيتال إيكونوميكس فإن التضخم وصل ذروته بالفعل في الأسواق الناشئة، حيث تراجعت أسعار المستهلك في البرازيل وتايلاند وكمان تشيلي، بينما بتشير بيانات حديثة إلى تراجع بعض ضغوط الأسعار في الدول المتقدمة، وهو ما سينعكس على الأسواق الناشئة أيضا. الحقيقة إن جميع الاقتصاديات الرائدة في مجموعة العشرين سجلت وتيرة أبطأ للنمو السنوي، وده بسبب نسب التضخم المرتفعة للغاية. وخبراء الاقتصاد قالوا ان التضخم الرئيسي هيبدأ في التراجع العام المقبل على خلفية ضعف الطلب على السلع، كما ان اسعار الطاقة المرتفعة هذا العام ستتراجع في عام 2023. الجميل كمان ان مستويات الشحن العالمية عادت الى حد كبير الى ما كانت عليها قبل وباء كورونا بعد زيادة حركة الشحن، ووصلت 5 أضعاف خلال فترة اغلاق كورونا. دي بالنسبة للتفاصيل والمعلومات المتعلقة بالتوقعات الخاصة بانخفاض الأسعار حول العالم بسبب طبعا التباطؤ الاقتصادي العالمي وتراجع نسب التضخم. بنتمنى أن تنخفض الأسعار قليلا وأن يستقر العالم بعد طبعا انتهاء وباء كورونا، وبعد أيضا اقتراب أو السعي نحو حل الأزمة الروسية الأوكرانية بالحلول السلمية والجلوس على طاولة المفاوضات، لأن العالم في الحقيقة لا يتحمل أكثر من ذلك. بشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.